نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن وجود أنباء بشأن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر القادمة تأثرا بتداعيات أزمة كورونا. وأكد المركز على انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وبجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وذلك مع انتظام صرف المقررات التموينية وكذلك توفر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر قادمة. هذا وأشار المركز إلى أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفقا لأحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مشددة على شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.